عندك القدرة على إيجاد الجمال صحيح. أو العمق حتى في أبسط الأشياء وإن كانت تبدو عادية أو أقل من عادية، لأنه بالحب ما في فرصة تانية، في فرصة تانية إذا كنا بعدنا بنحب. يعني الناس بتفكر أنه ممكن الإحساس بعد ما يموت، سواء إحساس المرأة ولا الرجل، بتفكر الإحساس بعد ما يموت أنه إذا رجعوا يتصرفوا بطريقة مختلفة ممكن هيدي هي الفرصة التانية ليرجع الإحساس. هذا كلام مش دقيق، لأنه ما الإحساس يروح كثير صعب يرجع يعيش. ولكن شو تعريف الفرصة التانية؟ تعريف الفرصة التانية لما يكون الحب بعده موجود، نعطي العلاقة فرصة تانية، نعطي أنه نبقى مع هذا الشخص فرصة تانية، نعطي أنه التصرف أو البيهيفير تبعه يتغير لتدل العلاقة ماشي. بس بده يكون يعني الحب بيس للفرصة التانية، مش الفرصة التانية لترجع الحب. كثير هذا مفهوم مغلوط. دكتور خالد، امتى ابتديت تحط بعض الافكار او المعاني اللي انت شايف ان احنا لازم نسترجعها في حياتنا على الانترنت؟ يعني من كام سنه وابتدت ازاي وحصل بوم امتى، حصل طفره امتى؟ تقريبا اول فيديو كنت باسبانيا بال 2015، يمكن 2016، كان صاير شيء بلبنان زعجني كثير، نسيت شو الحدث. بالليل بسبين كان عندي تاني يوم عندي امتحان ووصلني الخبر، ففتحت وانا خجول شوي، يعني انا هلا قل الخجل تبعي بس انا يوجولي خجول. فتحت التليفون قلت قصيده كتبها بقول: يا قوم لا تتكلموا ان الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوم، وتاخروا عن كل ما يقضي بان تتقدموا. يعني بيحكي هيك بساركازم، عرفت انه ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوم. خليكم نايمين في العسل، خليكم نايمين. فقلت القصيدة ونمت. فقت تاني يوم لقيت الفيسبوك ناطط، يعني كان كتير، كانش بعد في انستغرام، كان أكتر يمكن I think فيسبوك. فهيدا كان أول يعني أول نطة. وتاني وحدة بهيدا المرحلة عملت بروجرام وقتها سميته المعسولين. هيدي كلمة جدي بقولها، كان جدي يقول لما حدا يحكي حكي مش قابضه كتير أو حكي، يعني ما فهمت شو بتقولوا لي. لا مش فاهمة. حقلك يعني لما حدا يحكي أي كلام. فجد ما يعجبه هيدا الكلام الهبل. كلام فارغ. حكي كلام فارغ يعني. فيقول أنا عم أقول لك المعسولين، يعني أنا عم أقول لك الزبدة. الخلاصة المعسولين اسمه. فعملت بروجرام سميته المعسولين. كان 6-7 دقايق هيك. وبحكي فيه عن هذه الأشياء، يعني الحلقة عن إنه الإنسان يقدر يتغير إيه ولا لا. عن البخل، عن العناد، عن الطباع اللي عم تأزم حياة الناس والناس مش فهمانتها. وقتها مشيت جزء من دراساتك أو رحلتك كان لها علاقة بالسايكولوجي أو الفلسفة أو حتى قراءاتك يا دكتور خالد؟ ايه طبعا، وسوسيولوجي وعلم اجتماع، يعني هيدي قراءاتي، وبحب أقرأها على طريقتي. يعني مثلا يعني نجيب محفوظ ما بيكتب رواية، بيكتب علم اجتماع. توفيق الحكيم ما بيكتب قصة صغيرة، بيكتب فلسفة. وهيدي الأشياء لما تعمق فيها خلص بتصير هي منا، أنت بتستسقي المعرفة وبعدين بتروح بتفتشيلها على العلم، عرفت يعني. الله يرحمه توفيق الحكيم كاتب قصة بكتاب اسمه لا ترني، اسمه أرني الله. أرني الله اسمه أرني الله. في قصة اسمها في سنة مليون، مش معقولة كتبها وعم بيوصف كيف حتكون الدنيا في سنة مليون. الشيء الوحيد اللي فارق معه انه مش في سنة مليون، قبل بشوي، يعني بيوصف الدنيا اليوم كأنه عايشة. كان فهذا تصور أديب فيلسوف. بس انت شغوف بتوفيق الحكيم؟ انا كتير بحبه، بحسه كمان انه من وجهة نظري بحسه مش كتير اخذ حقه، يعني ما بحس ابعاد كتاباته اخذت حقه كما يجب. هذه وجهة نظري. يعني هو دايما حتى لما سئل نجيب محفوظ بعد حصولها على نوبل واحدة من أحاديثه قال: أنا كنت شايف إن في ناس أحق مني بها زي توفيق الحكيم. يعني ده على لسان نجيب محفوظ. بيناتهم عمالقة، بس إنه الفكرة إنه توفيق الحكيم ما كان كتير بكتاب القراءة عنا بلبنان. يعني كان نجيب محفوظ موجود، طه حسين موجود، توفيق الحكيم أنجأ يذكر لو ما بالصدفة بتعرف عليه الواحد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش.
وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.